طبعا جت النهارده ان شاء الله احنا هنكمل طبعا النهارده ان شاء الله هناخد اخر درس في الجبر في الوحده الاولى اللي هو حل المعادلات والمتغيرات من الدرجه الاولى في متغير واحد في الحاره. طبعا اول حاجه هنبدا بحل المعادلات. هو المعادله كده كده اصلا خدها قبل كده مش غريب عليك. طبعا لو انا كتبت معادله مثلا زي دي وليكن مثلا 2 سي ناقص 3 مثلا بتساوي 6. طيب طبعا دي اسمها معادله عشان عبارة عن علامه تساوي بين الطرفين. طبعا لسه اسمها معادله من الدرجه الاولى عشان هي اكبر اس للمتغير اللي عندي. طبعا السين دي اسمها متغير او اسمها مجهول عشان كده اكبر اس للسين اللي عندي والسواد عشان ده اسمها معادله من الدرجه الاولى. طبعا في متغير واحد عشان هنا فيها حرف واحد بس او فيها مجهول واحد عشان كده اسمها معادله في متغير واحد من الدرجه ايه؟ من الدرجه الاولى. طبعا عشان احل معادله زي دي طبعا لو انا بس عايز مجهول الحل في حرف. طبعا حرف اللي هي العدد ايه؟ العدد الحقيقي. عشان احل معادله زي طبعا اول حاجه لازم اخلص من السالب 3، ممكن اقوله باضافه المعكوس الجمعي او الطريقه السهله ان انا بودي السالب 3 للناحيه الثانيه بعكس الاشاره. يبقى اقول له كده 2 س تساوي 6 تجينا سالب 3 بالموجب يعني 6 زائد 3 يبقى 9. ارجع اسمع لو عامل س عشان اخلص منه. طيب اقول له كده س تساوي هقسم 9 على 2 هسيبها زي ما هي 9 على 2 ممكن يكون 4 ونص. طبعا الاقي العدد دوت بيحتمل الحق، ما انساش اخر حاجه اكتب مجموعه الحل واكتب الناتج اللي طلع دوت من قسم مجموعه بتساوي المجموعه 9 على كام؟ على 2. يبقى انا من الاخر معنى كلمه حل المعادله ان انا بجيب قيمه المتغير او قيمه المجهول اللي عندي في المعادله. طب نشوف كده مثال تاني على المعادله رابع. هنا بيقول لي اخد في ح مجموعه الحل لكل من المعادلات الاتيه. رقم ا طبعا حلينا زيها قبل كده، برضه رقم ب مش فيها مشكله سهله. نشوف مثلا رقم ا. بيقول لي هنا جذر 2 س ناقص 1 بتساوي 1، نرجع بس نكتبها تاني كده يبقى جذر 2 س ناقص 1 بتساوي 1. طبعا اتفقنا اول حاجه لازم اخلص من السالب 1 اللي هنا، طبعا هعديه الناحيه الثانيه بعد بيساوي عكس الاشاره. يبقى اقول له كده جذر 2 س يساوي هنا في 1 يجي له كمان 1 بالموجب يعني 1 زائد 1 بيساوي كام؟ بيساوي 2. وزي ما احنا عارفين عشان اخلص او اجيب كلمه س هقسم على معامل س، يعني هقسم هنا على جذر 2 برضه هقسم هنا على جذر 2 اقول له كده يبقى اذا س تساوي 2 على جذر 2. طبعا ما ينفعش نسيبها كده، لازم اخلي المقام على الصحيح اللي اخدها قبل كده. طب هنضرب في موافق المقام، يعني اقول له كده في جذر 2 على جذر 2. طيب طبعا هضرب بسط بسط مقام في مقام، 2 في جذر 2 ب 2 جذر 2. برضه واخدها قبل كده ان جذر 2 في جذر 2 طالما بضرب جذر في جذر الناتج بيدينا اللي تحت الجذر، هيساوي كام؟ هيساوي 2. هشيل 2 مع 2 يبقى اذا كده اقول له ان س دي تساوي كام؟ هتساوي جذر 2. يبقى اذا ما انساش اخر حاجه اقول له اذا مجموعه الحل بتساوي مجموعه جذر 2. طب دي كانت حل المعادلات وهكذا برضه رقم هم بنفس الطريقه. اهم حاجه بقى عندنا اللي هو حل ايه بقى؟ حل المتغير. برضه عندنا اسمها حل المتباين او المتباينه في متغير واحد من الدرجه دي من الدرجه الاولى. برضه متغير واحد يعني فيها حرف واحد او فيها مجهول واحد او فيها رمز واحد. برضه من الدرجه الاولى عشان اكبر اس عندي في المتغير اللي عندي هل ايه؟ هل ايه سواء. برضه معنى كلمه حل المتغير بجيب مجموعه وبجيب قيم السين اللي عندي او كام المتغير اللي عندي اللي بتحقق ايه؟ مجموعه حل الايه؟ حل المتغير. نشوف كده مثلا مثال عليها وراك مثلا مثال دوت. هنا مثلا بيقول لي ايه؟ اوجد في ح مجموعه حل المتغيرات او المتغيرات الاتيه 2 س ناقص 1 اكبر من او يساوي سالب 3 واقل من ايه؟ واقل من 5. وبعد كده بيقول لي بس الحل ايه بيانيا زي ما هنشوف دلوقتي. في بس حاجه كده لازم نعرفها قبل ما نبدا تحليل المتغيرات. لو انا مثلا فرضت هنا مثلا 5 اكبر من 3، طب لو جيت جمعت على الطرف اليمين 2 وجمعت على الطرف الشمال 3 يعني اقول كده باضافه مثلا 2. طبعا ما ينفعش اضيف هنا 2 واضيف هنا 3، اه اضيف حاجه ثابته في الطرف اليمين والطرف الشمال. بإضافة 2 يعني هجمع 2، 5 و2 7، هنا برضه 3 و2 كام؟ 3 و2 5، برضه هيظل الطرف اليمين أكبر من الطرف أكبر من الطرف الإيه؟ من الطرف الشمال. أنا عايز أقول لك لو عندي أ أكبر من ب بإضافة ب للطرفين يبقى إذا أ زائد ب أكبر برضه من ب زائد إيه؟ زائد ب. برضه نفس الفكرة لو جيت برضه طبعا لو بس نفس برضه نفس المتباينة دي، لو أنا مثلا قلت لطرف 2 يبقى 5 ناقص 2 3، هنا 3 ناقص 2 هيبقى 1. برضه هيظل التلاتة أكبر من الواحد، يعني برضه عندي أ زائد ب أو أ ناقص أو أ أكبر من ج، فإن أ ناقص ج برضه هيظل أكبر من ب ناقص إيه؟ ناقص ج. أهم حاجة بس بقى في الحاجة اللي جاية، لو أنا بقى بضرب أو بقسم هناخد أول حاجة لو ضربت في عدد موجب وبعد كده لو ضربت في عدد إيه؟ في عدد سالب. لو أنا برضه افترضت مثلا الخمسة
اقل مثلا من 9، هقول هنا مثلا بيطلب 2، اي برضه عدد ثابت. 5 في 2 ب 10، وهنا 9 في 2 بكام؟ ب 18. برضه هيظل الطرف اليمين اقل من الطرف الشمال، عشان هنا ال 10 اقل من كام؟ من 18. طب تيجي ناخد برضه نفس المثال ده، بس لو ضربنا في سالب 2، يعني ضربت في عدد ثابت وليكن مثلا سالب 2، وده اهم حاجه طبعا في الايه؟ في المتباين. يبقى هقول هنا كده الضرب في سالب 2. طيب 5 في سالب 2 بسالب 10، 9 في سالب 2 بسالب 18. طب هل العدد هتنزل زي ما هي؟ لا، ده هو عارف قبل كده ان السالب 10 اكبر من السالب 18. يبقى احنا لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان علامه التباين دي اتجاهها اتغير، هنا كانت اقل هنا اصبحت اكبر. يبقى انا عايز اقول لك لو انا بضرب في المتباين، لو انا بضرب بعدد سالب او بقسم على عدد سالب، ما انساش اهم حاجه عندي ان انا اغير اتجاه علامه التباين. هقولها تاني، في المتباين لو بضرب في عدد سالب برضه او بقسم على عدد سالب، ما انساش حاجه مهمه ان انا اغير اتجاه علامه التباين، يعني لو هي علامه اقل بخليها اكبر. طب مثلا لو اقل منها او يساوي بنزلها اكبر منها او ايه؟ او يساوي. طب نشوف بقى التمرين بتاعتنا اللي عملناه في الكتاب. هنا بيقول لي اول تمرين اكمل لتحصل على عباره صحيحه حيث س تنتمي لحاء. رقم ا بيقول لي اذا كانت الخمسه س اقل من 15 فان س، طبعا عشان اجيب كلمه س لازم اخلص من المعامله بتاعها ده، يبقى لازم اخلص من خمسه. اخلص منه ازاي؟ هقسم على خمسه هنا وهنا، او اقول كده س تساوي او س اقل من 15 على خمسه فيها الثلاثه. يبقى هنا اقول كده س اقل من 15 على 5 فيها 3. طبعا هنا لاحظت انا ما غيرتش علامه التباين، الاتجاه ما اتغيرش، لان بقسم على عدد ايه؟ على عدد مين. نيجي في رقم ب، بيقول لي اذا كان س ناقص 3 اكبر من او يساوي 4. طب عشان اخلص من سالب 3 قلت بوديها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى اقول له كده س اكبر من او يساوي دي سالب 3، تيجي نحارب المولى يبقى 4 زائد 3 يبقى 7. يبقى الناتج اللي عندي او العباره اللي هو عايزها س اكبر من او يساوي كام؟ او يساوي 7. نشوف رقم ج، بيقول لي اذا كان سالب 2 س اقل من او يساوي 3. اه هنا بقى عايز اخلص من سالب 2، يبقى هقسم على عدد سالب، ما انساش زي ما قلت لك طالما بقسم على عدد سالب العدد لازم اغير اتجاهه، في عدد اقل من او يساوي، لا خليها اكبر من او ايه؟ او يساوي. يبقى اقول له كده س اكبر من او يساوي، واقسم 3 على سالب 2 يعني سالب 3 على كام؟ على 2. نيجي الرقم ده، بيقول لي هنا اذا كان 1 ناقص س اكبر من 4. طبعا اول حاجه لازم اخلص من 1 اللي هنا ده، طب اخلص منه ازاي؟ اوديه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى انزل السالب س زي ما هي اكبر من 4 دي ناقص 1، يعني 4 ناقص 1 يبقى 3. طب لازم اخلص من السالب ده، ان انا اصلا بضرب في سالب 1 او بقسم على سالب 1، يعني من الاخر اقول كده س، طبعا هنا بضرب في سالب او بقسم على سالب، لازم علامه تتغير يبقى س اقل من سالب 3. نيجي اخر حاجه عندنا رقمين، بيقول لي اذا كان جذر 2 س اكبر من او يساوي 4 فان س تساوي كام؟ او س اكبر من كام؟ طبعا هنا اول حاجه هقسم على جذر 2 في الطرف اليمين والطرف الشمالي، بقول له كده س اكبر من او يساوي 4 على جذر 2، احكي مثلا هي 4 على جذر 2. طبعا لازم برضه حاجه مهمه، لازم اخلي المقام عدد صحيح او عدد نسبي، يبقى لازم اخلص من جذر 2. هخلص منها ازاي؟ هضرب في مرافق المقام، باخد كده 4 على جذر 2، هضرب في جذر 2 على جذر 2. 4 في جذر 2 ب 4 جذر 2 على جذر 2 في جذر 2 هيدينا 2، هختصر على 2 في 1 على 2 في 2، يعني في الاخر بتساوي 2 جذر كام؟ جذر 2. يقول لي كده اذا س اكبر من او يساوي 2 جذر 2. شوف بقى السؤال الثاني اللي معانا، هنا بيقول لي اوجد على صورة فترة مجموع حل المتباينة في حاء ومثل الحل على خط الايه؟ على خط الاعداد. طبعا انا لما عايز احل متباينه في حاء عشان اكتب مجموعه الحل بتاعتها لازم اكتبها في صوره فتره زي ما هنشوف دلوقتي. نشوف رقم ا، بيقول لنا 3 س ناقص 1 اقل من 5، برضه نفس الفكره، هو ادي السالب 1 بعكس الاشاره، يبقى 3 س اقل من 5 ادينا رابع 1 ثاني يبقى 6. هرجع اقسم على 3، يبقى اقول له كده س اقل من 6 على 3 فيها 2. هنا بقى اقف شويه عشان اجيب بقى مجموعه الحل، ده بيقول س اقل من الاثنين، احنا خدنا قبل كده الفترات، ايه اللي اقل من الاثنين في ح؟ يبقى من اول طبعا هنا اقل من الاثنين، يعني دي وانا ماشي ناحيه السالب، يبقى طبعا لازم اكتب الفتره لما اجي اكتبها، لازم الاول نبدا بالعدد الصغير، يبقى اقول كده مجموعه الحل سالب ما لا نهايه واكتب دي زي ما هي،
احنا كده كده عارفين ان ما لا نهايه سواء بالموجب او الساء او السالب كده كده زمن فتره مفتوحه. هنا ما فيش او سالب يبقى فتره مفتوحه سالب 2 ومالك او سالب مناوي 2. اخر حاجه بس عندنا همثلها على خط الاعداد، هنرسم خط اعداد ونمثل الفتره دي عليه. هنا طبعا سالب لا نهايه وهنا 2، طبعا هاجي هنا طبعا عند ال 2 هعمل دايره مفتوحه عشان دي مش مغلقه يعني كده ما اصدمهاش واكتب عليها 2 وامشي طبعا بالسهم ناحيه الشمال ناحيه اتجاه السالب واظلل بالشكل ده. شكرا.